ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكس والتحقوا بين ضيوفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والمدرب كمال زعيم. كمال اهلا بك. مرحبا سلام. مرحبا بالسادة المستمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. نفس السؤال كالعادة. فما حاجة ما فماش؟ ان شاء الله ربي يسهل وقت. انا نوعدك اي اول ما تبدا فما حاجة نقول لك على الله. تال مو مانشتك بيه. ما يسالش خويا. ايضا موجود معنا سي المنجي ابو ابراهيم. شنو احوالك سي المنجي؟ لاباس الحمد لله اخوي اسلام، والحمد لله يا ربي اللي اليوم عندنا اولاد تبارك الله مدربين وكفاءات، ان شاء الله نعرفوا القيمه نتاعهم. جينيراسيون جديده طالعه ما شاء الله. هذه المشكله الكبيره سي كو لا جينيراسيون جديده ما قاعدين برشا ناس تفكر بافكار اخرى، مش اللي فايت الفرق ولا اللي فايت المدربين، ما يعرفوش اللي المدربين الصغار فريمون عندهم كفاءات كبيره برشا ونعرفوا قيمتهم في كل. تشوف انت سكولس اسمه سولكير نتاع مانشستر يونايتد، لو سوتيان نيميرو 1 نتاع سولكير هو أليكس فيرغسون اللي انا العب معاه ويعرف شنو هي قيمته. احنا المشكله وين؟ ما نعرفوش الكفاءات وما نعرفوش قيمه المدربين نتاعنا، لان نشوفوا حتى اخونا كمال زعيم كو جابريسي بوكو كو جادمير بوكو ان طونك جور ان طونك بيرسون وعلى الاخلاق والتربيه. تشوف لي ريزولتا اللي عملها مع بن قردان، نورمالمون لوجيكمون تعمل ثم اون برولونغاسيون سور لو لون تيرم، ما صارش. ونتمنى فريمون كل الخير للمدربين هذوما لان عندهم كفاءات اليوم ما يعرفوش اللي ثم ظروف عائليه قاعدين يعانيوا. انت مدرب كي يمشي يراني في بن قردان يخلي عائلته في تونس، واللي يمشي يراني في بدنين يخلي عائلته في تونس، اللي انا يعرف اللي هو ماهوش ستابل، ما فماش استقرار باش ينجم يهز عائلته ويستقر في على مشروع رياضي نتاع سنتين ولا ثلاثه سنوات. والشيء هذا ان شاء الله يقف الشيء هذا، لان نعطيه قيمه لاولادنا والمدربين نتاعنا اللي هما كفاءاتهم احسن من برشا مدربين جاو لتونس ويندعيوا برواحهم هما مدربين، اما كفاءات نعرفوا قيمه المدرب التونسي. تشوف شنو اللي يصير في الكره التونسيه. اتحاد بن قردان اللي حكيت عليه يلعب اليوم مقابله مهمه جدا، اياب الدور الاول في كاس الكاف ضد نادي الشرطة من النيجر. بالتوفيق ان شاء الله. الماتش يبدا 4:30 بالتوفيق اتحاد بن قردان. خلاص اسالك انت زاد سي المنجي، معاش لو كان تسمح لي كنا حكينا قبل في الاوف، قلت نحب نرجع للدومين نتاعك اللي هو اعمال اللاعبين. مازال موجود هذا ولا بطل؟ نقول لك حاجه، انا راهو كان نعطيك الليست نتاع جوارات نتحدى جوار ما نجحش وانا تلهيت بيه. علاش؟ نتلهاش بيه كم لاعب بركه، نتلهى بيه سور لي زاكوتي الكل، لان الاكسبيريونس اللي عندي انا حاجه مهمه برشا اللي يلزمنا نقولوا للملاعبي. ما يلزمكش تنسى اصلك، ما يلزمكش تنسى منين انت جيت، ونعطيه كل شيء. انا نعطيك ان سكوب، مره جوار باش يصح في كيب كبيره في اوروبا ومازلنا قاعدين وحب يشري كهرباء ضخمه، قال لي باش نشري كهرباء ضخمه، هزيت روحي وروحت. يعطيني سكوب كامل. لا 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 شو حبي حسيلو زوجته كانت موجوده وقلت له فريمون معناها، وعطيته ان اكزامبل على ميدو وقت اللي مشى لاجاكس وهز باش يدخل كهرباء كبيره ضخمه، قالوا له راه ما عندناش باركينج للسيارات هذوما. قلت له برا امبوست توا دابور سور لو تيران، ومن بعد اشري ابارتومون ولا دبر راسك وتو تشوف، خاطر الكهرباء كي تخرج من كراج تطيح 20% دو سا. حسيلو الحق الحمد لله سمع الكلام وشرى دار. لولا الدار هذه اللي شراها لكانت الظروف نتاعو الماديه يعلم ربي. اي ما جاوبتنيش باش ترجع ولا شنو؟ لا اجي نقول لك قاعد نخمم فيه، لان عقليه نتاع الملاعبيه اليوم ثم لونتوراج نتاع الملاعبيه والمدربين، ويعرف خويا كمال اللي قاعدين يعانيوا في برشا حاجات، لان المدرب اليوم يعطي ان بروجرام وتجي لونتوراج اللي يحبوا على الانتيري نتاعهم قبل كل شيء. حاجة أخرى اللي اليوم الملاعبي إذا النادي يلزم لاجون يخمم في مصلحة النادي ساعة ومصلحة اللاعب ومصلحته هو المنجي. لا إن شاء الله جاوبني. لا إن شاء الله إيش نقولك نحبيت أما أنت والعقلية، لأن أنا ما ننصحش اللاعب لاعبي ككرة بركة. أنا وقفت مع برشا ملاعبية، أنا زيد الجزيري وقت اللي شفته لعب هنا مع نجم الرياضي ساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي، كان تشوفك الفينال 3-2 في رادس، تخلى ربع ساعة الأخرانية كانت تفكر، وعنده فريمون ظروفه صعبة. وعندنا 2004 أنا نخمم على برشا أشياء. 2004 عنده عندنا الكوب دافريك، أنا كلمت سي عثمان جنايح ونجم بي بوفو كونفيرمي ساعة حتى زياد،
قلت له مش نهزوا لسويسرا نداويه لان مصلحه تونس فوق كل شيء. قال لي عندنا احنا في تونس معناها اطباء. قلت له لا في سويسرا احسن يعني خاطر اللي داوى زيدان وسوني اندرسون نعرفوا طبيب وكل شيء. وقال لي ذكي برشا اللاعب هذا زياد الجزيري لانه يلعب يكونتي بفرك ويحس ان دولور يرجع. يا اخي زياد قالها لي بالعربي ولا عندي كتاب في سويسرا. قال لي ما ذكيها الطبيب هذا عايش معايا ولا مش عايش معايا. مش مشكل انا لمصلحه تونس لكن نقول تو سامبلومون اذا كان ترجع مع ملاعبيه عندنا ملاعبيه مي راهو باش تقعد تعاني في اللونتوراج نتاع الملاعبيه. انا كي قلت كلمه بحذاك خويا اسلام قلت لك راهو عندنا 100,000 ولد صغير قاعدين يغادروا الدراسه لان عندهم يراو في اولادهم العائلات ميزاب نتاع فلوس. هي هذيك اكبر غلطه. اليوم ثم في 10 سنين 1,100,000 موضوع كبير هذا. ايضا موجود بحضرنا زميلتنا نعيمه ساسي. رحب بيك من قناه حنا بعد. نعيمه شنو احوالك؟ مرحبا بيك اسلام ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف. عايشك شنو احوالك؟ شنو امور حنا بعد خويا؟ الحمد لله سافا. خليتوا علينا بلاصه راهو في سبور. سافا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع لك قريب ان شاء الله. والله ماك تعرف راهو الخواص بصفه عامه عندهم مشكله كبيره هي لي سبونسور. يعني باش تحاول انك تقنع سبونسور باش تعمل برنامج وكل شيء مش بالسهل حاليا فهمت. مع ظروف البلاد مع اللي صاير كل شيء بعد الثورة تبدلت برشا حاجات سورتو لي سبونسور ما عادش يميزيو برشا على الكورة يميزيو على حاجات اخرين. لي زيميسيون تاع الشو لي زيميسيون تاع الديفيرتيسمون اكثر منها كورة. ان شاء الله ان شاء الله معناها مش واضح حتى شيء لحد الان مش واضح حتى شيء. ان شاء الله مع رجوع البطولة بالك فما تكون موجودة حاجة يعني ان شاء الله. والله يا خويا اسلام نحب نحكي على نعيمة فريمون طفلة كيما نقول لك سي لارجون لونير دو لا غير لا فام لونير دو لا بي. فريمون طفله اكسبسيونيل. عملنا ديزانترفيو برشا ديزانترفيو مع بعضنا وكل شيء منهم انترفيو وقتها باش نوريك اللي الكوره ما فيهاش حقيقه. انت مدرب كيجيب لك جوارات هو يتحمل مسؤوليته على لا لا مش انت فولي امبوزي دي جوار ومن بعد النتائج ما تمشيش المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه. وقت انا واختي نعيمه كانت تفكر وقتها في اونتيتاتيت نحكيه في اون ديريكت قالت لي السيابي. قلت لها السيابي اذا كان ترجع للبسيري باش تلعب في الملعب البسيري راهو انهم بلو لي بوان دو روبير كيما توا في العاليه وراهو باش تصير لهم مشاكل كبيره برشا في النتائج. وشفنا اليوم النادي البنزرتي شنو اللي عانى. كوم كوا يا با دو فيريتي في الفوتبول لو بلوز امبورتون هو الملعب والتيران. ونشكر نعيمه فريمون اللي سي اون فام اكسبسيونيل بالتواضع بالاخلاق وبالبروفيسيوناليزم اللي عندها. ما عندناش برشا نساء او نيفو سبورتيف باش يعملوا الشيء اللي عملته نعيمه. اكيد. باهي خلينا نرجعوا للمقابله نحكيوا عن مقابله اليوم اللي تهمنا مقابله نهائي السوبر كوب بين ترجي والاتحاد المنستيري. خلينا ناخذ كلمه ساعه عامه وبعد ندخلوا في التفاصيل. كمال كيفاش تشوف الماتش اول ماتش في السيزون ماتش سوبر كوب ساعه مهم اللقب هذا؟ برومي ماتش في السيزون شوف مانيش نشوفوا مباراة كبيرة ما نتصورش على خاطر نافي با دريتم ما فماش نسق أول مباراة. كل فريق باش يبدا يلوج على الإيدونتيتي نتاعو. كل مدرب باش يحاول يشوف الخدمة اللي خدمها بالأسابيع اللي تعدات هذه الكل باش يشوف يحب يشوفها في المباراة نتاع اليوم. بون النتيجة صحيح مهمة خاطر أبريتو سي أن تيتر لقب هذا ينضاف على كوسوسوا للسبيرونس ولا كوسوسوا للمستير. دونك نكتشفوا برشا حاجات اللي لعبات كلها قاعده تستنى فيها كيف كيما الاتحاد المنستيري كيما الترجي الرياضي التونسي. زوز فرق قاموا بانتدابات زوز فرق قاعدين يلوجوا على اللعب نتاعهم قاعدين يلوجوا على الاستراتيجيه اللي باش يدخلوا بها البطوله. دونك بوتيتر انا بالنسبه لي انا نتصور اللي مش باش تكون مباراه كبيره على قد ما تكون كل فريق باش يحاول يلوج على الطابع نتاعو على كل مدرب باش يحاول يلوج الطابع نتاعو اللي خدمه طيلة الاسابيع هذه الكل بالمباريات الوديه الاسبي تكتيك اللي باش يخدمه طيلة الاسابيع هذه الكل. دونك سي تان تيست بور لي دو كلوب. نيو لوك نعيمه في زوز فرق تقريبا بالمدربين بالملاعبيه كيفاش تشوف الماتش اليوم؟ والله بون الترجي الرياضي الاتحاد المنستيري كي تجي تشوف الماتش معناها اون بيل افيش معروف انه بين المستير والترجي ديما تكون مباراه مزيانه ديما تكون مباراه حلوه ريفاليتي كبيره بيناتهم. ديجا ديغنييغمون صارت مباراه الكاس اللي كانت ربحت فيها الاتحاد المنستيري معناها غوفونش بالنسبه لاسبيرونس خاطر نعرفوا اللي صار في المباراه هذيك وحكايه الكورونا وكذا تقول فما روفونش بالنسبه للترجي الرياضي. لكن كما قال الهادي يعني بدايه موسم ما تعرفش
ليكيب هذه شنو عندها، مراد العقبي شنو عنده، رادي جعادي كيف كيف. صحيح فما مباريات نتاع وديه صارت في في في, في التحضيرات، لكن ما تنجمش تعرف ليكيب في التحضيرات بدايه سيزون اكتشاف، يعني باش نكتشفوا الاتحاد المنسيري اللي خرجوا منهم لاعبيه، زياد المشموم، الياس جلاسي ديغنييرمون، الياس جلاسي اللي في العامين الاخرانيين تقريبا لعب الاتحاد المنسيري تبني الكل على الياس جلاسي، معناها اسكو فما الروليف نتاعو، اسكو فما البديل نتاع الياس جلاسي في الاتحاد المنسيري اليوم. الترجي الرياضي كيف كيف برشا ملاعبية خرجت، بو سكوليت كاملة موجودة، لكن اسكو رادي جعادي كيفاش، شنو التكتيك نتاعو، شنو الخطط نتاعو، شنو جاب من 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 انجلترا، خاطر كما نعرفوا اسلام انه اللي تعلم الكره البرة واللي يقراها البرة مش كيف اللي يتعلم في تونس، راه فما برشا حاجات تنجم تقراها وتتعلمها، لكن كي تجي تطبقها على ارض الواقع ما تنجمش تكون كيما قريتها وكيما تعلمت. معناها ان شاء الله الحقيقه وقت اللي تبدا الماتشوات الصحيحه ما توجعش من بعد. انا ما نعرفش، عندي شويه خوف من المستقبل نتاع الترجي بالنسبه لي، انا نخاف منهم اللي تعلموا في الخارج البرة، صعيب شويه انك تاقلم الجو نتاعك والتكتيك نتاعك. واحد اخر لاسعد جرده نجح في تونس مثلا، مش كيف لاسعد جرده وقتاش، راهو انا بالنسبه لي انا التجربه نتاع لاسعد جرده مش كيما التجربه نتاع رادي جعادي، فما فرق كبير. اول حاجه لاسعد جرده راهو كي جاء للاتحاد المنسيري نجم نقولوا راهو ليكيب حاضره، راهو لاسعد الدريدي نعرفوا لي خلى ايكيب تقريبا كان ما خرجش منها حتى ملاعبي هكا ولا لا، معناها وقت اللي جاء لاسعد فما موجوده ايكيب، فما ملاعبيه ما خرجوش، فما ملاعبيه يعني ليكيب موجوده، اللعب نتاعها موجود، الملاعب هذاك يقرا الملاعب هذاك، الملاعب هذاك يعرف كيفاش صاحبه كيفاش يلعب، يعرف هذاك كيفاش يتبلاس يديبلاسي، هذا هو بالنسبه للرادي مش كيف كيف يعني. ان شاء الله ان شاء الله ما يلقاش اشكال. عطونا نرجع بعد نحكي بك في تفاصيل على رادي ومدربين جدد في الزوز فرق اول مقابله اليوم، حتى مراد العقبي كيف كيف في الاتحاد المنستيري. سيد المنشي كلمه على الماتش اليوم كيفاش تشوف؟ هو الماتش باش يكون بوكو دو كونسيكونس للفريق اللي باش ينهزم، راه اليوم باش يصير برشا مشاكل للفريق اللي ينهزم اليوم. كي نشوفوا المباريات الوديه اللي صارت، معناها ما كانتش في طراز عالي حتى او نيفو دي ريزولتا، كسوا الاتحاد المنستيري ولا الترجي الرياضي التونسي. وانا نقول ديما راهو في الفوتبول كي تنحي لا كولون فيرتيبرال نتاع اون ايكيب، راهو تي فا افور دي كونسيكونس تري غراف، وما تنجمش تستنى النتائج معناها ايجابيه. وهذا الشيء اللي انا راضي جعادي اذا كان انا استغربت برجوعه، نقول لك للدوري التونسي، لان كي تعمل 15 سنه في اوروبا وترجع بور موا سي ان ريتور اون اريير، معناها اليوم اسكو سور ان بروغرام ان بروجي سبورتيف تاع 3 4 سنين جماهير الترجي التونسي ما تنجمش تستنى. لاسعد جرده اسرت مومون الكوميونيكاسيون نتاعو كانت اكسبسيونيل بارابور على جوارات نتاع الاتحاد المنستيري، باش نرجع لهذه نقطه مهمه برشا. لكن من بعد لاسعد الى تي بري، معناها كم هو صاحبي سانا مي انتيم، بعد تخل في حاجات وقتها في بلاتو، قال وانا صلحت له من غدوه، قلت له راهو الجماهير الاتحاد المنستيري لازم يصبروا على الفريق السنه، لان بعد مغادره الملاعبيه كادر من الاتحاد المنستيري راهي باش تصير مشاكل كبيره برشا الاتحاد المنستيري. ونعرفوا الاتحاد المنستيري السنه بريسك منع من سقوط للدرجه الثانيه. دونك انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم كسوا مراد العقبي ولا راضي جعايدي، بتاتر مراد العقبي ان افونتاج بارابور على جوارات اللي يعرفهم اليوم. ثم الياس جلاسي راهو لي ديسكسيون مش من توا، عندهم ثلاثة ولا أربعة أشهر. علاش هما وقت اللي وزاد خذا أسامة دراجي، خاطر يعرفوا لي الياس جلاسي أن جور ولوتر لازم يمشي، لأن الإمكانيات المادية. ولو أنه سي منجي معلومة فقط لحبيت اتحاد مونستيري، الدراجي ماهوش مؤهل باش يكون حتى لديسمبر، اختاروا 10 عقود صبوهم في الجامعة، عندهم حق في 10 انتدابات. أسامة دراجي بما أنه ماهوش حاضر فيزيكمون تفاهموا معاه، معناها باش يقعد يترينا ويخلص وفي ديسمبر يصب الكونترا نتاعو، معناها هنا حتى ديسمبر مش باش يكون موجود. اي ونحكيو على الشامبيونان، معناها اليوم انت المباراه هذه كانت باش تدوم باش تصير يوم 30 جوان، معناها تشوف انت البريباراسيون اللي تعملت على المباراه هذه كسوبر كوب مستير، تنجم تلعب تقول لك نلعب باش نهز اول سوبر كوب نتاعي، لان هزلت اول كوب في المستير كان ضد الترجي الرياضي التونسي. اليوم البريسيون على الترجي الرياضي التونسي اكثر من على الاتحاد المنستيري،
نحب ولا نكره. دونك سافاتيتر تري تري ديفيسيل. شنية الطريقة اللي بشي هو يقول لك هي ديما راهو سي لي جوار كيفون لونترونور ولونترونور انتيليجون كي يعرف يتعامل ويعرف يعدي لو ميساج للجوارات. انا ثم جوارات كي تبدا تلعب في تونس نقول له راهو انت تونيريان بارابور او جروب بارابور او بوبليك يعني ريسبي دو بوبليك. انت عندك الزهر كي تبدا تلعب بالكدا الناس تشجعك وتنجم تقولي ماكش باهي كلاعب وفي في في الميدان لكن بلقطه فنيه تنجم تعمل. اليوم اليوم على كره ضربت الترانسفير نتاع ميسي بورو لو باريس سان جيرمان معناها ماهوش على وكان مركه الهدف هذاك وربحوا 2-1 راهو ميسي 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 شوريك معناها انتوش ميم لي غران جوار. اليوم المباراه كما قال خويا كمال تبارك الله انت قلت هادي زعيم تحيه لخونا هادي زعيم ونحب برشا خويا هادي زعيم تحبوه برشا تحيه لان بالرغم البارح راني نتفرج في ماتش الكوب كونتر المستير وهو ماركا وقتها اون 2007 معناها الماتش خدمته انا وتفرج فيه وهو وانا سالته انا البارح نتفرج الماتش لا معناها اون بلوس اللي جاي تسمع في نجوم لا 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 نسمع في اكسبريس اف ام ايوا محلى اللقطه وواحد وكل شيء لكن اليوم اون فابا فوار ان نيفو تري تري فور اما هاني قلت لك لا بريسيون على لاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي انا بور لو بوبليك تاع الترجي الرياضي التونسي اليوم جوارات سين ديكوفيرت اسكو جوارات هذوما انا ما نجمش نحكم عليهم اللي انا ما شفتهمش يلعبوا لو جور نشوفهم يلعبوا جو بو دوني انا في وعطيت لا في في الجوارات اللي كانوا هنا وقلت 96% باش يكون معناها فياسكو جوارات اللي انتدبتهم الترجي وهذا اللي صار وهذا اللي صار. عطيتني اسيست ممتاز باش نسال كمال انا كمال كيفاش تشوفوا ميركاتو الترجي في الانتخابات الانتدابات نحكيوا على المشموم رشاد العرفاوي كيف كيف كوناتي ايولا تقريبا هذم اهم الملاعبيه اللي جاوا كيفاش تشوفوا كمال الملاعبيه؟ شوف انا كنت صرحت وقلت انا بيرسونيلمون يعني العيشه اللي عشتها في الاسبيرونس ونعرفوا الاسبيرونس ونعرفوا لي جوار اللي بداو يجيوا الاسبيرونس والريكروتمون وكل شيء انا نشوف السنه لي ريكروتمون اللي عملتهم الاسبيرونس ما همش في مستوى بتاع الترجي نتحمل مسؤوليتي بوتيت ان شاء الله نكون غلط في الايام الجايه ولا نكون غلط بدا الموسم هذا ما اللي نشوف يعني نشوف اللاعبين اللي موجودين في الترجي مش نتاع الفريق ما نحكيش على الشامبيون بتاع تونس راهو ما نحكيش على الشامبيون انا كي نحكي على الاسبيرونس نحكي على الشامبيونز ليغ ونحكي على الفينال وديمي فينال دونك مانيش قاعد نشوف في ملاعبيه اللي قادرين باش تنجم وصلوا للترجي للنهائي تاع الشامبيونز ليغ ولا دومي فينال شامبيونز ليغ ويترشحوا بها. ما عندك عليهم فكره كمان مثلا كوناتي اللي جاي له في عطلات كما قال توسي المنجي كما قال توسي المنجي قال فما بريسيون كبيره برشا على الاسبيرونس. علاش؟ فما بريسيون على راضي الجعايدي كبيره برشا على خاطر بورو توا راضي جاي من لونجلتير و عمل تجربه كبيره في 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 لونجلتير وجاي بعقليه اخرى لكن العقليه تاع لونجلتير ما تنجمش انت تي بو با لي لابليكي في تونس مع اللاعب التونسي. اللاعب التونسي مش صحيح راضي خرج من تونس 2004 اون 2021 من 2004 2021 بدلت برشا حاجات والعقليه تاع اللاعب تبدلت والتعامل مع اللاعب تبدل. دونك ديما ونرجع نقول راهو يعني باش تبني فريق باش لو حتى نشوفوا في الفرق الاوروبيه الكل اللي يدفع اكثر واللي يصرف اكثر هو اللي يوصل اللي يصرف اكثر في الريكروتمون ويحط كيما نقولوا نحن الباك ويجيب دي جوار دو فالور ويحط برشا فلوس هو اللي يجم يخلط البيوت نتاعو في الاخر. نحن انا نشوف الاسبيرونس لي ريكروتمون متوسطين عاديين تاع فريق في البطوله ما ديما لي بروميير بلاس اما تاع فريق تاع تشامبيونز ليغ ديما الهدف الاولاني تاع الاسبيرونس هو تشامبيونز ليغ. هدف تاع تشامبيونز ليغ انا حقيقه مانيش قادر لهنا كمان معادله صعيبه مثلا الاهلي معناتها ميزانيه كبيره وصل جاب حتى لاعب يظهر لي من برايتون من البريمير ليغ لهنا فما كيف كيف فما امكانيات تاع فريق كيف كيف يفرق مثلا الاهلي جاب الشحات معناها من العين ب 4 مليارات معناها وقتها معناتها عامين ولا 4 سنين التالي معناها هنا المفارقه كيفاش معناها تمشي تختار تعرف تختار ملاعبيه والا عندك بيجيت يحكم فيك بيان سور انت شنو الهدف نتاعك كان الهدف نتاعك باش تحب توصل انت تهز الشامبيونز ليغ وتوصل ترشح بها لكاس العالم الانديه لازمك تحط الباك وتحط الفلوس وتحط عباد كفء باش تجيب انتدابات وتقوم بالانتدابات اللازمه
كان الهدف انت تاع البطوله باش تقعد في البطوله وتوصل هكيك في اللي في اللي في ليبول في الشامبيونز ليغ واحد دونك يعني عادي ما تصرفش برشا تبدا قاعد تستنى مشات الكره مشى ماتش ولا زوز ماتشات مي بون انت عطيتني تو ليكزامبل تاع تاع الاهلي الاهلي شوف لي ريكروتمون اللي يعملوا فيهم شوف الجوارات اللي قاعدين من البريمير ليغ يجيبوا في ملاعبين يعني شوف يعني اسامي كبيره برشا اسامي كبيره برشا خاطر الاهلي ما عادش تغزر الشامبيون نتاعها ولا تغزر اير ما عادش يكفيها ما عادش ترضى باش تهز البطوله المصريه ولا تتلوج على الشامبيونز ليغ وتلوج على كاس العالم الانديه وتحب تعمل نتائج وتحب تعمل واحد. انا قلتها راهو راضي في سيتوياسيون صعيبه برشا في سيتوياسيون صعيبه برشا باش نرجع لك راضي كمال لكن لهنا فهم كان مايكل عبد مع مايكل انت نتصور نجح ما كانش معروف كي مايكل عام الاولاني ما نجحش شيء مشى للجزائر بعدها اما نحكي جينيرالمون معناها مايكل وقال لي يعني كي جاو تونس ما كانوش ملاعبيه معروفين ما نجموش نعاودوا نفس السيناريو يكون نفس السيناريو في الاسبيرونس مع ملاعبيه هذو مثلا شنو اعطيني ريكروتمونات اللي تم اللي قلت لي عليهم شنو ايوه لا مثلا اللي معناتها اللاعب مش معروف ولو انه اللاعب كوناتي معناتها عنده سي في محترم انت جبت لي على مايكل وجبت لي على يانيك وشكون اللي يلعب مع مايكل وشكون يلعب مع يانيك صحيح شكون يلعب معاهم سميهم لي اسامه الدراجي يوسف المساكني يعني شوف اللي شوف الدراجي شوف الكيب اللي تلعب مع كي نعمل انا ريكروتمون واحد دو فالور فوالا نعرف اللي عندي جروب ونعرف اللي عندي متوسط نعرف اللي عندي جروب متوسط ما نلجمش نحلم من بعيد نرجع ونقول لك قلت لك راضي في سيتوياسيون صعيبه في معادله صعيبه انت خرج هو قال ليكيب نتاعنا ماناش حاضرين ماناش باش نهزو الشامبيونز ليغ حاب ينحي لا بريسيون بوتيتر على الجوارات وينحي لا بريسيون على الجوارات لكن تكون حقيقه معناها لا نعرف تنجم تكون حقيقه لكن وقت اللي انت تكون في الاسبيرونس ومدرب تاع الاسبيرونس ما نجمش نقول انا من السنه ما لعبش على الشامبيونات وما نجمش نقول السنه ما لعبش على الكوب ولا ما لعبش على الشامبيونز الجمهور ما يقبلش ما يصبرش ضم جمعيات كبار تعيش بالتيتروات ضم جمعيات كبار تعيش بالاكسبلوا الموجودين ضم جمعيات كبار كي ما تهزلكش تيتر ولا زوز في العام سي تاني شيك هذا خويا هادي كمال زعيم شنو نسميك كيكا تعرف سكي غراف خويا اسلام اللي نفس الاغلاط او نيفو دي ريكروتمون تاع السنه الفارطه تتعاود السنه هذه انا ما نجمش نحكم على جوارات بيان سور خويا كمال تبارك الله تفرج ويعرف شنو هو دونك اون ا تو كومبري الحاجه الاخرى اللي ريسك اللي خذاه راضي جعايدي باش يرجع لتونس يراني باش يسكر عليه الابواب نتاع الرجوع الى اوروبا هذه قايده عندك علاش سي كوم سا حتى انت يعطيني ان انترينور فرونسي رانا في الافريك ورانا في تونس ولقى بوسيبيليتي باش يرجع لفرنسا وراني لفرنسا في فرنسا منهم روجي لو مير اونتر اوت برنار كازوني رانا في تونس بعد باش رانا ايفيون فرنسا انا ايفيون ما راناش هو كان يراني في مارسيليا ما راناش ايكيبات اخرى وينو كلود لوروا نسمي لك ا 99% الاشكال الكبير اللي اذا كان باش نحكيو على انتدابات السنه الفارطه وتعمل نفس الاغلاط انت تعمل على ما وجي راضي يوصل يقول احنا ما نجموش نهزوا الشامبيونز ليغ اكبر غلطه او نيفو دو لا كوميونيكاسيون لان اليوم جمهور الترجي الرياضي التونسي كي تغير العقليه نتاع الملاعبي راه لازمك تعيش معاه وكي تاخذ ملاعبي يلزمك هذاك الملاعبي باش يفيدك وحاجه اخرى انت اليوم اذا كان انت تو كابابل قبل ما تبدا لا بريسيون دو بوبليك تشري جوارات قبل لا بريسيون دو بوبليك باش تسكت الجمهور اذا كان الترجي الرياضي التونسي وصلت باش تعطي 750 الف اورو في العام الحاتم بن عرفه اللي نوعدك ابش نجارك بعد الحادم ابش نقول لك حاجه اللي نوعدك ابار لي تروا غران كلوب في فرنسا اوكان جوور نو فاتوشي لو سالير دو حاتم بن عرفة اوكان ابار لي تروا غران كلوب نحكي موناكو باريس سان جيرمان ومارسيليا دونك انا نقول تو سامبلومون هذايا سي ان بروبليم دو فيستير باش يعمل لك مشكله في الفيستير باش يعمل لك او نيفو دو لا كومونيكاسيون انتر لي جوور et l'entraîneur entre les joueurs et le public خاطر الجمهور وقت اللي الملاعب هذايا وانا جو سوي انا نقول لك اللي الجوار افريكان اللي يجي لتونس سي كي نا اوكين اوفر اير انت اليوم في اوروبا يتبعوا في جوارات عمره حتى 6 و7 و8 سنين و10 سنين نعطيك سكوب خويا اسلام اخر مره عندها توا يمكن 5 ولا 6 سنوات في فيفيلو ايكيب هذه في هولندا ils ont signé un contrat d'un enfant qui a 3 ans 3 سنين عمره
دونك اليوم انا جوار افريكان يلعب في الشامبيونات دافريكان ميور بيتور في تو سكو فو فولي في لي جوز اولمبيك ولا حاجه ويجي لتونس سافدير كي نا با يو دوفر. حاجه اخرى احكيها على الاهلي المصري، اي جوار مشى من تونس هنا ومشى الاهلي المصري يلا بريد لا فالور، لان الشامبيونات تاع تونس ماهوش ريكونو كان تري بون شامبيونات. اليوم علي معلول يرفوز 4 مليون دورو دو سالير بار اني، وعندهم الاهلي عندهم اوفر سور لا تابل دو 15 مليون دو دولار. خرج من السي اس اس هذا الاوفر نتاع رين ولا حاجه اخرى؟ حاجه اخرى صارت حتى في معناها من رين ليكيب ولا يحكيوا رين هذه ايكيب وثم ايكيبات اخرى زاد قبل 15 مليون دورو سور لا تابل وقت اللي هو خرج من السي اس اس افيك 400000 دولار اللي خرج به. باش نحكيو شويه على اتحاد المنستيري كيف باش نكملوا نحكيو على الترجي. فاصل موزيكا وبعد راجعين في زون ميكس حتى ال 15.